معانا لقاء مهم جدا، ومعانا المهندس عبد الرؤوف المدني رئيس قطاع الكهرباء اللي هي اهم حاجه في القمر، يعني هيقول لنا كواليس مهمه جدا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. هو باختصار احنا بنشتغل هنا في اداره الكهرباء، وظيفتنا الاساسيه للقمر بتبقى حاجتين. الحاجه الاولانيه ان احنا بنوصل الاجهزه، نوصل الكهرباء للاجهزه المسؤوله عن التحكم في القمر. الاجهزه دي لازم الكهرباء ما تقطعش عنها ولا ثانيه واحده. فاحنا بنوصل الاجهزه دي بدقه عاليه جدا بحاجه اسمها بيور ساين ويف، ان الكهرباء اللي توصل للقمر تبقى كهرباء بيور لا تنقطع ابدا، وده عن طريق اجهزه كتير جدا زي مولدات الكهرباء واجهزه اليو بي اس، وزائد طبعا الكهرباء اللي بتجيلنا من الحكومه. تمام. اكتر حاجه واجهتكم بصعوبه في يعني خلال فتره الاستعداد؟ والله ما اقدرش اقول ان حاجه كانت فيها صعوبه، لان احنا كنا مجهزين كويس جدا للمشروع، وكان في ترتيبات كبيره جدا، وكان عندنا خطه قبل ما نبتدي المشروع، فكان كنا ماشيين ستيب باي ستيب، فالموضوع كان الحمد لله كان سهل، ما كانش فيه مشاكل كتيره يعني. بشكر حضرتك جدا ومبروك، الف مبروك. شكرا.